خاصية حذف الخلفية بشكل تلقائي وصلت فوتوشوب 2020. الخاصية تشتغل بالذكاء الاصطناعي وتقرأ الموضوع بشكل تلقائي. مثلا هذه الصورة فيها عدة أمور بالداخلة، بس بنشوف الفوتوشوب كيف بيقرأها. أول شيء بعمل تكرار الطبقة، وهذا شيء ضروري عشان الأداة تشتغل. ممكن نستخدم الاختصار Command J في الماك، ومن قائمة Properties بيظهر لنا زر جديد اسمه Remove Background، واللي ما موجود عند نافذة Properties يروح إلى Window ويفعلها من هنا. وبضغط على الزر الحين وبكل سرعة بيقرأ الصورة وبيفرغ الخلفية لي، والحلو يعطيني ماسك في حال القص ما ضبط. بشيل عين عن الخلفية الأصلية عشان أشوف الصورة المقصوصة. الحين عرفنا الطريقة، بقرب على صور ثانية. وللعلم ومثل ما نشوف تشتغل على كل شيء تقريبا، بشر وجماد وغيره.